هذا والتقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمعهد الشارقة للفنون المسرحية، التقى أعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح. حبه الشديد للمسرح وتقديره للرسالة التي تؤديها الأعمال المسرحية الناجحة في الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية سواء في الوطن العربي أو العالم، كان وراء دعمه وتشجيعه لأصحاب المواهب الجديدة وممارسته الفعل المسرحي عن طريق التأليف وتدليل العراقيل أمام المسرحيين وإطلاق هيئة عربية للمسرح. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن ذلك الشغف والاهتمام التقى أعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح واطلع منهم على أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام المنصرم. استهل سموه اللقاء بالترحيب بالمسرحيين من أعضاء المجلس، مثنيا سموه على الدور الذي تقوم به الهيئة في خدمتها للحراك المسرحي والمسرحيين في الأقطار العربية، ومؤكدا على دعمه المستمر لها بشكل خاص والمسرح بشكل عام. وبدورهم أوضح القائمون على الهيئة لسموه آخر تلك المستجدات وأبرز النشاطات والفعاليات، كما استعرضوا أمام صاحب السمو حاكم الشارقة نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء والذي تم خلاله تقييم عمل الهيئة خلال العام الماضي ووضع خطط استراتيجية تنطلق من خلالها الهيئة من أجل تطوير أعمالها في الفترة القادمة. ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح بضرورة أن لا يقتصر دور الهيئة على إقامة المهرجانات والإعداد لها والإشراف عليها فحسب، بل يجب أن يتعدى دورها ذلك إلى دور أشمل وأفضل، وذلك من خلال الإشراف على تأسيس الفرق المسرحية في البلدان العربية يتم فيها استقطاب الشباب المتعطش للمسرح والاستفادة من خبرات المؤسسين الأوائل حتى تكون البداية من حيث انتهوا، كما يجب عليهم تطوير الأعمال والإشراف عليها إلى جانب تقديم الدعم لها لكي تكون هذه الفرقة نواة ونموذجا لفرق مسرحية أخرى. وأتمنى صاحب السمو حاكم الشارقة السداد والتوفيق لمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح ولجميع المسرحيين في القادم من برامج وأنشطة وفعاليات، مشيرا إلى دورهم الفعال ومؤكدا سموه على استمرار دعمه لهم في انعكاس واقعي لمقولته: نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة.